مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج ملفات، نستعرض في برنامج ملفات كل ما يجري على الساحه وكل ما يتعلق بالمشهد الداخلي بكافه تطوراته. خطط تنميه تتواصل وتستمر باراده سياسيه عازمه على خلق غد افضل لكل المصريين، لان الاقتصاد هو عصب التنميه وعمودها الفقري. فقد حرصت القيادة السياسية على اتخاذ خطوات من أجل إنجاح مسيرة التنمية، مدعومة ببرامج اقتصادية استطاعت من خلالها مصر مواجهة تحديات وتبعات كورونا. وعلى نفس الخطى استطاعت القيادة السياسية برؤيتها الثاقبة مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية. وتتويجا لهذه الجهود والخطوات، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الاقتصادي، وأكد خلاله مواصلة مسيرة التنمية وتعزيز دور الشباب في المشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية. للحديث حول المؤتمر الاقتصادي ودعم جهود التنمية البشرية وتعزيز دور الشباب في المشاركة في المسيرة التنموية، يسعدني أن يكون معي ضيفي في الأستوديو الدكتور أشرف البهاي، مدرب التنمية الذاتية وإعداد القادة. نورنا، أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ إيهاب. أهلا بك. خلينا في البداية نطلع تقرير للزميلة شيرين حلمي، وبعد كده نفتح هذا الملف الخاص بالمؤتمر الاقتصادي الذي يعقد هذه الأيام وأهمية مشاركة الشباب وتمكين الشباب اقتصاديا. بعد هذا التقرير ابقوا معنا. ساعات قليلة وتختتم فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألقى فيه كلمته التي تركزت على مناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله. واستمرت أعمال المؤتمر بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين. وعلى مدار أعمال المؤتمر تمت مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها. كما تركزت أعمال المؤتمر على بحث رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030. وحرص المؤتمر في جلساته على بحث عدد من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغير في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، فضلا عن تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية النهوض بدوره في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد وإرساء قواعد الجمهورية الجديدة. ومن منطلق إيمان الدولة بالشباب وضرورة الاستفادة من قدرتهم وأفكارهم المتميزة، فقد تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمى المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، وتدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. مرة ثانية برحب بضيفي في الاستوديو الدكتور اشرف البهاي، مدرب التنمية الذاتية واعداد القادة. دكتور أشرف البيئة، خليني أهمية هذا المؤتمر، خاصة أنه يعقد في ظرف استثنائي. نحن نتحدث عن أزمة عالمية بسبب حرب أوكرانيا روسيا، حتى وقبلها كان كوفيد-19. أهمية انعقاد هذا المؤتمر والدعوة إليه من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا على الاستضافة، وشكرا ليك، وسعيد جدا بتواجدي معك. المؤتمر ده هو الثالث. الأول عقدة سنة 82، الثاني عقدة سنة 2015، ده الثالث. ليه بنجتمع؟ ليه الحكومة جاية قاعدة ثلاث أيام كاملين؟ سيادة الرئيس مخصص أول يوم موجود، الجلسة منتهية بعد منتصف الليل أول يوم. ليه؟ هل إحنا قاعدين مش لاقيين حاجة يعملوها؟ بالعكس، الحكومة شغالة شغل ممتاز جدا جدا، لكن لابد من مكاشفة الشعب والمواطن البسيط بكل الحقائق، بكل ما يحدث. احنا لا بنجمل ولا بنعلي الصوره، احنا بننقل الواقع
للمواطن البسيط اللي عايش في المدن حياة كريمة وشايفها وحاسس بيها، نقول له بقى إيه اللي بيحصل لها. كل ما له علاقة بالاقتصاد لازم نحطه قدام عينه ونعمل حاجة اسمها مكاشفة بالحقائق. يا جماعة في حاجات غايبة عنكم من فضلكم اسمعوها، في حاجات احنا مش بنقولها في الإعلام كحكومة، احنا هنقولها علشان تسمعوها وتعيشوها ونبدأ نتكلم. لغة الأرقام لغة بتبقى جافة شوية، لغة صعبة، لذلك في تعليمات مشددة من قبل سيادة الرئيس تبسيط المعلومات للمواطن البسيط. سيادته طلع في افتتاح المؤتمر، شوف السبع محاور اللي اتكلم فيهم، شوف الخطة اللي عملها، شوف كلامه البسيط قد ايه. هنتكلم على المحاور يعني، لكن خلينا اتكلم يعني نقطه نقطه عشان ايه المشاهد برضو ما يروحش مننا، لان هذا المؤتمر يعني ميعاد معقده ميعاد هام جدا، خاصه ان احنا كلنا كمصريين بشكل او باخر في حاله ترقب اقتصادي للاحداث يعني. فهذا مؤتمر اقتصادي مش بيهم بس الحكومه لكن بيهم كل المصريين يعني. طيب تعال شوف 2015 انعقد الاول 82 انعقد المؤتمر تاني يوم او تالت، على تالت يوم بعد انتهائه بدأنا نحط خطة عمل في العهد الرئيس السابق ومشينا عليها. 2015 كان هو الاهم، المؤتمر الاقتصادي بيعقد عشان نطلع بنتائج، عشان نطلع بحاجة اسمها روشتة للمعالجة، عشان نطلع بحاجة اسمها خريطة الطريق. 2015 انعقد، جمعنا كل الاراء اللي قالت، جمعنا كل الخبراء اللي قالوه، حطينا روشتة بناء عليه سيادة الرئيس اتخذ القرار ب الإصلاح الاقتصادي في أوائل 2016. إذن ده كان نتيجة المؤتمر الاقتصادي الثلاث أيام اللي قعدت الحكومة مع الخبراء يتكلموا. كذلك مثل هذا المؤتمر إن شاء الله الثلاث أيام أول يوم 2015 ده كان في شرم الشيخ. بالظبط بالظبط. على طول بعدها على طول حطوا السياسات، لا لابد من التحرك، لابد من فاتورة الإصلاح، لابد من الوطن يتحمل. 2016 على طول بدأ تطبيق الإصلاح الاقتصادي بناء على ما تم تداوله وما تم اتخاذه في المؤتمر الاقتصادي. عشان كده عقدنا المؤتمر الاقتصادي الثالث في هذا التوقيت الصعب جدا، العالم كله بيمر بمرحلة صعبة قوي 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 اقتصاديا وسياسيا، وفي أزمة عالمية كلنا حاسينها، وبعض الدول بدأت تعاني. تأكيد. خلينا واحنا بنتكلم يعني نبدأ بقى من أول الخيط. أول الخيط كانت الإجراءات الاقتصادية اللي كانت بالتأكيد كانت صعبة على المصريين في بداياتها، ولكن مع الوقت ومع تحمل المواطنين المصريين حبا في القيادة وإحساسا منهم بالمسؤولية، الكل بيؤكد دكتور أشرف إن لولا هذه الإجراءات الاقتصادية لعانى الاقتصاد المصري معاناة شديدة خلال أزمة كوفيد 19 وحرب أوكرانيا الروسية الأخيرة يعني. ما يعني دقة هذا الأمر؟ صحيح 100%، لولا الإجراءات الاقتصادية الصارمة الشديدة اللي كلنا حسينا بيها ما كناش عدينا الأزمة، والحمد لله بشهادة كل المؤسسات المالية العالمية إن إحنا اقتصادنا في تقدم، اقتصادنا ماشي بشكل خطة ثابتة، إحنا في 2019 أفضل من 2018، 2022 أفضل من 2021، ده معناه إيه؟ إن إحنا في 2016 حطينا حزمة من الإجراءات الاقتصادية بناء على المؤتمر الاقتصادي، سيادة الرئيس مشي عليها وألزم الحكومة تمشي عليها، الحمد لله بفضلها عندنا الأزمات المتتالية اللي في العالم كله مش عندنا فقط. عندك أزمة سنتين هزت العالم كله، بالظبط إغلاق تام، والسياحة توقفت وتحويلات المصرف توقفت مشاكل كبيرة جدا. إذا لولا هذا الإصلاح الاقتصادي اللي سيادة الرئيس حس بيه وقال يا جماعة لازم، وامبارح قال بشكل تفصيلي يعني ماذا حدث، إزاي ياخد القرار، وكان لازم ياخده في هذا التوقيت، ما كناش عدينا في الأزمة الروسية الأوكرانية، وإحنا الحمد لله الحمد لله بلدنا آمنة في الأمن الغذائي في كل الخطوات اللي بنشتغل عليها بناء على هذا الإصلاح اللي تم. بالأمانة كان إصلاح شديد، بالأمانة كان إصلاح عاد على المواطن ببعض المتاعب، لكن في النهاية لمصلحته في النهاية استطاعت أنها تجتاز هذه الأزمة اللي كلنا نشهد الصور اللي كانت بتيجي من السوبر ماركت او الهبارات في الخارج، كان في رقم كتير، واحنا الحمد لله ما حسيناش باي نقص في السلع الحمد لله، بالذات في اول الازمه كمان شفت ان في دول عظمى اشتكت. انا شفت لسه تقرير الفاو منظمه الزراعه العالميه بتقول يا جماعه ان في بعض الدول الصناعيه الكبرى، في سبع دول صناعيه كبرى على الاقل ثلاثه منهم مثلا بيعانوا عندهم ازمه في المواد الغذائيه. تخيل ثلاث دول من السبع دول العظمى على حسب كلام الفاو مش كلامنا احنا، عندهم مشاكل في الغذاء، عندهم مشاكل في توفير الاكل للمواطنين، عندهم مشاكل في ازاي
دي اكيد الحمد لله انت عندك في 2022 ما عندكش مشكله في الغذاء، ما عندكش مشكله في اي منتج، ما عندكش مشكله في اي زراعه، بالعكس الفوق شديد بالامن الغذائي المتواجد عندك. الفوق هي منظمه دوليه مش منظمه محليه ولا حاجه، شديد بالامن الغذائي اللي تحقق، وان انت بقيت رقم واحد في تصدير المنتجات الزراعيه، الموالح والفواكه والكذا. يعني دوله مصر كانت يعني متصدره الموالح لروسيا واليابان والبطاطس للاتحاد الاوروبي وبريطانيا. منظمه الفوق على ذكر منظمه الفوق المنظمه المعنيه بالغذاء ومعرفه ناكد تاني ان كل هذه الاصلاحات نتجت عن 2015 المؤتمر الاقتصادي اللي بيعقد زيه الايام دي بالظبط كده، عشان نطلع في النهايه بقرارات ايجابيه جدا تطبيعها عشان المواطن يحس باهميه هذا المؤتمر. خليني دكتور اشرف، حضرتك ذكرت ان هناك 7 محاور يعني في هذا المؤتمر، نتحدث عنها محور كده في اولويه. طيب هو عشان لغه الاقتصاد ما يبقاش لغه تقيله على الناس، هنحاول نبسط لهم المسائل بشكل كويس جدا. في تحديات بتقابل الاقتصاد المصري مش المصري فقط، العالمي كله. ليه؟ لان في اوضاع جديده ومحدش كان عامل حسابه حصلت فجاه، ومش عارفين لحد الان هتنتهي امتى. ازمه اوكرانيا، ازمه المتغيرات المناخيه، ازمه كورونا وتبعاتها، واللي يهمني في الموضوع ده الاثار الاقتصاديه على المواطن البسيط من مثل هذه الكوارث والازمات. اذا عندك مشكله في الاقتصاد هنواجهه ازاي؟ ده اول تحدي بيقابلنا، وسياده الرئيس اتكلم عليه، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طلع وقال بالارقام ان من 2011 لحد الان احنا انفقنا كام وصرفنا كام، وبعدين من 2013 لحد 2000 وقبل الاصلاح صرفنا كام، وعدت فاتوره الاصلاح من 2016 لحد 2022، واتكلم بمنتهى الشفافيه ان عندك ازمه بتواجهك، هنعمل فيها ايه؟ ايه الالات اللي احنا نحطها؟ مثل هذا المؤتمر، الخبراء الدوليين قاعدين بيسمعوا الحكومه، الحكومه بتقدم ما عندها. لسه النهارده في اليوم الثاني وزير الزراعه اتكلم وقال كشف حساب اللي عنده، وزير الماليه اتكلم في جلسه صباح اليوم في الاسواق الماليه وفي السندات واتكلم وقال ما عنده. مساء امس اول يوم كان في البنك المركزي والسياسات الماليه والسياسات النقديه، اتكلموا فيها بشكل تفصيلي وقالوا احنا هنعمل ايه الايام القادمه. ليه بيقولوا ليه؟ عشان نحط قدام الخبراء احنا عملنا كذا وهنعمل كذا وخطتنا فيها كذا. خلاص كده الخبراء بدأوا يتناقشوا، بدأوا يتكلموا، يبقى المواطن قاعد بيعي وبيفهم ايه اللي بيحصل. وادي الممثل عنك اذا كان شاب او قدم مجلس نواب او خبير اقتصادي او رجل اعمال قاعد في الجلسه ممثل وبيسمع. اذا اول محور هو التحديات اللي بتقابل الاقتصاد المصري في جميع مجالاته كلها، من امن غذائي، من اقتصاد، من سياسات ماليه، من زراعه. بالتاكيد لما يبقى في عرض يعني عرض امين للتحديات يبقى مش نستاهل، لكن بيبقى من الطبيعي انك تجد حلول طالما هناك عرض به شفافيه وبه ارقام، والارقام او الوقت الارقام لا تكذب. يعني احنا اتفقنا موضوع الحلول دوت، احنا قلنا المؤتمر في حد ذاته بيعقد عشان ايجاد حلول، مش عشان نقعد نتكلم وخلاص. طب وفي النهايه، لان انا سمعت ناس كتير جدا بتقول ما هو بيعقد زي ما بيعقد، ما زي ما قبل كده عقد كتير جدا. لا، ده يختلف. الدليل ايه اللي احنا بنتسند عليه؟ ان 2015 اجتمعت الحكومه في مؤتمر اقتصادي، وسياده الرئيس السيسي كان موجود وكان قاعد معاهم 3 ايام. تاني سنه على طول ولا بعديها ما كملناش كام شهر اخذنا قرارات الاصلاح الاقتصادي اللي في النهايه صب في مصلحه المواطن البسيط. اذا مثل هذا المؤتمر هنقعد نتكلم ونتناقش ونتكاشف. ليه؟ عشان نوصل لحلول. هنعمل ايه في ازمه الغاز؟ هنعمل ايه في ازمه الامن الغذائي؟ هنعمل ايه في ازمه الهجره؟ هنعمل ايه في المتغيرات المناخيه اللي العالم كله بدا يشتكي منها؟ هنعمل ايه؟ لما كل مسؤول حكومي يطلع اللي عنده ويتكلم. امبارح في جلسه مساء امس اللي خلصانه يمكن الساعه 12:30 بالليل، 1 بالليل، البنك المركزي يعني قال حاجات احنا مش كصحفيين او كاعلاميين او كمتابعين ما كانش عندنا خلفيه عنها. وضح وقال السياسات الماليه ومشينا فيها على النقديه، النقديه بالظبط جدا. فكل الجلسات كلها في مكاشفه، في مصارحه بهدف الوصول الى حلول متفق عليها والناس تبقى عارفاها عشان ما حدش يقول هو ايه اللي بيحصل. خليني اتكلم يعني في جزئيه هامه جدا وهي جزئيه الشباب، يعني كل العناوين او كل الاحصائيات او كل التصريحات بتؤكد ان الامه المصريه او الشعب المصري شعب فتي، يعني او في نسبه كبيره من الشباب، بنتكلم 60% اكثر اقل، ولكن هي نسبه كبيره من الشباب. وهنا نتحدث عن دور الشباب اللي هو المستقبل واللي هو اللي معني بكل اجراء اقتصادي تقوم به الدوله يعني في النهايه.
اولا شوف المؤتمر هو بيعقد، هتلاقي نسبه الشباب ممثله بنسبه عاليه جدا جدا جدا، زي ان المجتمع 60% من قوته شباب، يعني بنتكلم على 60 مليون شاب اقل من 35 سنه، كذلك المؤتمر بيعقد وفي شباب ممثلين من الاحزاب، من الحكومه، من نواب الحكومه، من جميع الجهات المختصه فيها شباب. وبص كده على الوجوه وتابع الوجوه، اي مواطن بسيط ممكن يبص على الوجوه، الصوره لا تكذب ولا تتجمل، شايفين الشباب ليه؟ عشان يتكلموا ويعبروا عن نفسهم ويقولوا مشاكل الشباب وهموم الشباب ايه وايه هم اللي عايزينه. كان زمان كانوا مهملين جدا هذه الفئه، ما حدش كان يبص للشاب يقول لك لا ده لسه ما عندوش خبره انا هبص له ليه واخد مني معلومات ليه. بالعكس دلوقتي هو ممثل، لان الدوله هدفها في النهايه المواطن، ومن ضمن المواطن هو الشباب اللي هم 60% مما اعداد الدوله. اذا الشباب قدام الدوله العين عليهم، فلازم يعوا ويفهموا، والبرامج موجهه ليهم والمبادرات التلو الاخرى موجهه ليهم، علشان في النهايه يعود النفع عليهم وعلى مستقبلهم، لان مستقبل ليهم زي ما حضرتك قلت من شويه 60% من الدوله، يعني بعد كام سنه هتكون النسبه اعلى واعلى. فبالتالي ممثلين في المؤتمر بقوه عشان ينقلوا مشاكل الشباب وعشان يحطوا مشاكل الشباب قدام عين الحكومه وقدام عين المسؤولين، والاهم ايجاد حلول لها. والحمد لله ان ملف الشباب عندنا واخد انتظارات ممتازه جدا جدا ومشينا فيه خطوات جاده. خليني برضه وانا بتكلم على الشباب اتكلم على التوجهات الرئاسيه الخاصه باشراك الشباب في اتخاذ القرار وتحمل المسؤوليه. يمكن زي ما اشار ضيفي دكتور اشرف، التمثيل او تمثيل الشباب داخل المؤتمر كان تمثيل يعبر عن او يعكس صوره المجتمع المصري اللي فيه اكثر من 60% شباب. خليني دكتور اشرف وانا بتكلم مع الشباب اتكلم ان يعني هناك اصبح مع يعني مع تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امل لكل شاب ان يحلم بمستقبل افضل، مستقبل في السياسه، مستقبل في العمل. وهنا خلينا نتكلم على الشق السياسي، احنا دلوقتي بنشوف شباب ما كناش يعني دي حقيقه برضه يعني مش كناش نحلم ان احنا نشوف شباب بالسن ده في مجالس النواب. بالظبط بالظبط، تنسيقات الشباب واعداد الشباب اللي موجوده و 27 سنه و 28 سنه و 30 يعني واقل من كده كمان. انا مش عايز اقول مثلا في وقت من الاوقات يعني كان عندنا مجلس شعب شيخ يعني الناس كلها فوق ال 60 يعني. صحيح. النهارده عندنا نواب مجلس نواب وزراء من الشباب، عندنا محافظين ونواب محافظين من الشباب. وانا اتحدث عن دعم السيد الرئيس للشباب المصري ليتخذ خطوات في مجال السياسه وتمكين السياسيه. انا بدرس في كذا جامعه فمحتك بالشباب. لازم كل سنه ابدا اقعد مع الشباب اسال الشباب انتوا حاسين بايه؟ انتوا شايفين ايه؟ انتوا الكلام موجه ليكم ولا انتوا مستمعين؟ كان زمان في الماضي اعتقادي يعني 6 7 سنوات ما كنتش تلاقي الشاب مهتم بقضايا الشباب، ما بيهتمش بقضايا الدوله اساسا، يعني لا تعنيف في شيء ما كانش مهتم بيها. الوضع تبدل مؤخرا لما حسوا ان هو يوم ما يطلب شقه هيلاقي شقه، يوم ما يطلب وظيفه هيلاقي وظيفه، يوم ما يطلب علاج هيلاقي علاج. اذا حس ان الموضوع موجه ليه في المقام الاول، فبدا الشاب يهتم وبدا يسمع وبدا يشوف هي الدوله بتخصص له ايه، وبناء عليه بدا يبقى عندهم وعي، بدأ يبقى عندهم نوع من الحراك الاجتماعي. لما يحسوا ان مجلس النواب فيه نسبه عاليه جدا جدا من النواب سيدات ورجاله ممثلين، اذا لا ده انا وجودي مهم جدا، ده انا شايف ان في ناس مهمه هبقى موجود انا كمان. المجالس المحليه، المجالس الاحزاب كلها بتمثل فيها الشباب، فبدأوا يحسوا ويعوا ان الموضوع موجه ليهم مش كلام فقط. هل هم تحركوا على مستوى المسؤوليه؟ نأمل ذلك بقى ان الشباب نفسهم يحسوا بمثل هذه المسؤوليه ويبداوا يشتغلوا على نفسهم علشان اللي سياده الرئيس بيحلم بيه والحكومه بتحلم بيه يبدا يتحقق. بالتاكيد شباب واعي، شباب فاهم، شباب ما عندوش اي مشكله، ما عندوش اي خلفيه في الشائعات او في المعلومه الدقيقه. فلازم الشباب يكون عندهم بقى نفس الموضوع، يبادلوا القياده السياسيه ويبادلوا الحكومه بالمعلومات ويبداوا يمشوا على نفس النمط. لان هو مطلوب منه في الوقت الحالي ان هو الدوله ادتك
يلا بقى انت هتبدا تقابل ازاي، هتبدا تشتغل ازاي. والحمد لله ان هم بداوا يعوا وبداوا يحسوا ان في مستقبل واعد ليهم، مستقبل منتظرهم، وخدوا خطوات جامده كمان. خلينا نطلع تقرير للزميل اشرف عبد المقصود ونكمل مساله تمكين الشباب. اذا كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على تمكين الشباب سياسيا، فقد اكد ايضا على تمكين الشباب اقتصاديا بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. أدرك الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه للحكم في 2014 أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها وطريقها نحو النهوض والتقدم، لذلك حرص على دعمهم بكل السبل والأشكال الممكنة. وقد أطلق الرئيس حوارا موسعا مع الشباب المصري عام 2016، عام الشباب، للوقوف على أحلامهم ومشكلاتهم، وما زال الحوار مستمر عبر مؤتمرات وطنية فعالة وناجحة. كما وجه الحكومة إلى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتطوير مراكز الشباب، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة فكرتك شركتك ومبادرة اسأل الرئيس وغيرها من المبادرات الأخرى التي تندرج تحت رؤية الرئيس للاهتمام بالشباب. يضاف إلى ذلك المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والفني وإعادة تأهيل الشباب الباحث عن فرصة عمل، بما يساهم في تقليل فجوة البطالة وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى المستوى السياسي تسعى الدولة إلى إشراك الشباب وتشجيعهم على الانخراط في العمل السياسي، ونتيجة للتواصل المتبادل بين الدولة والشباب نتج العديد من النماذج الشبابية الناجحة التي نراها بوضوح في المجالس النيابية وفي الجهاز الإداري للدولة، وهي التجربة التي تسمح للدولة المصرية أن يكون لها صف ثاني وثالث يقود الدولة مستقبلا. تمكين الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء بشكل جاد وصادق، ويعتمد على الكفاءة وقدرة الشباب على تحمل المسؤولية والقيادة. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. تمكين الشباب اقتصاديا خاصه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له مبادره خاصه بتسهيل وتيسير القروض للشباب، مبادره البنك المركزي 200 مليار جنيه صحيح بفائده 5%. هذه المبادره كيف تراها لتمكين الشباب اقتصاديا من خلال انشاء او اقامه مشروعات صغيره ومتوسطه ومتناهيه الصغر خاصه بالشباب؟ انا حبيت اشوف اجابه السؤال دوت، ما حبيتش اشوف المسؤولين بيقولوا ايه، حبيت اشوف الشباب نفسهم قالوا ايه عليها واستفادوا ازاي منها ولا لا، وازاي وصلت لهم وازاي استفادت. الكل اللي قابلته كل اللي اتكلمت معاه حسوا بيها واستفادوا منها ودخلوا خدوا فلوس اذا كان من البنوك او من الجهات المعنيه بالاقراض، وبداوا يستفيدوا بيها بالفعل. التسهيلات بقت كتيره جدا، حسوا بيها وظفوها لصالح الشغل، وظفوها لصالح الشقق، وظفوها لصالح اعمالهم، فخدوها صح جدا وتوظفت صح في مكانها. ده اللي كان يعنيني. الدوله مخصصه لكم مبالغ في البنوك، يلا شباب خدوها. وشباب اللي ياخدوها كان زمان مش هم اللي بياخدوها، طبعا كلنا كنا بنشوف اللي بيحصل. لا، تقدموا وخدوها. فانا سالتهم الحمد لله عاد بالفايده عليهم، زي دلوقتي بالظبط حاجه كريمه كده، يا جماعه انتوا حاسين بيها ولا لا؟ شفتوا النقله اللي حصلت في المستشفيات وي 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 وي؟ الناس بتقول اه. بننزل نسال الناس اللي هم اصحاب الشان، صاحب الشان لما اساله ويقول لي اه او لا حاسس بيها، كده نطمن ان الموضوع وصل لحد الهدف اللي الدوله حاطه عشانها. لما الشاب يقول لي اه انا خدت خلاص، بدات اشتغل، بدات اعمل مشروعات صغيره، بدات اخد مبالغ، اذا كان مبالغ 100,000 200,000 300,000، والحمد لله انها وصلت صح في المشروعات الصغيره المتوسطه اللي هي عصب الاقتصاد في كل دوله. خدوا اموال كتيره جدا وظفوها صح فاستفادوا منها. اجمل حاجه ان هم استفادوا وبداوا يوظفوها صح لمصلحتهم ومصلحة المجتمع كله. بالتأكيد. خليني معايا على التليفون الدكتور أيمن الدهشان، استشاري نظم الإدارة الدولية، للتعرف معه على يعني الشباب ودورهم في التنمية. دكتور أيمن مساء الخير، ازي حضرتك؟ نور. ألو ألو نور يا فندم. ازي دكتور أيمن؟ ازي حضرتك يا فندم؟ أخبارك إيه؟ ربنا، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله يعني نشتغل على ملف فعلا
التنميه وده اللي الدوله بتقوم بيه. وخليني اقول لحضرتك ان مصر بتتقدم بخطى نحو. خليني بس اصبر عليا بس يا دكتور ايمن، انت وحشني انت وحشني، انت بقالك زمان ما تكلمناش، خلي بالك. حاضر اتفضل. خليني دكتور ايمن كخبير في التنميه البشريه وحاضر هذا المؤتمر، خلينا اقول يعني الملاحظات اللي شفتها كخبير للتنميه البشريه في هذا المؤتمر، خاصه ان احنا نتحدث عن مؤتمر نقدر نقول عليه انه مؤتمر المكاشفه والارقام والحقائق. طيب خليني اقول ان في شفافيه كبيره جدا في الجلسات اللي احنا شايفينها النهارده اليوم الثاني. بنشوف جلسات على اعلى مستوى ما بين الجهاز التنفيذي وما بين المسؤولين في كل ال مثلا ممكن نقول عليهم الادارات المختلفه. في تنسيق ما بينهم. النهارده بنشوف شفافيه في الحوار حول ايه التحديات اللي احنا اللي مصر بتمر بيها وايه الاليات اللي احنا ممكن نشتغل عليها. انا الملف اللي انا بتكلم عليه حضرتك هو ملف مصر الحديثه. مصر الحديثه لن تبنى الا بالاستثمار في الموارد البشريه، باستراتيجيه الموارد البشريه، باحترام حقوق الانسان، بعدم التمييز، بتعزيز الحكم الرشيد. يعني موضوعات كبيره جدا هي اللي هتعزز ثقافه البناء الانساني. طبعا الدوله بتعمل استراتيجيه، والاستراتيجيه دي بتحتاج الى تطوير تشريعي، يعني يبقى عندي تشريعات وقوانين، تطوير مؤسسي، ثم في الاخر بناء القدرات اللي هي بنسميها بناء الانسان اللي احنا ممكن كلنا نحاول احنا نشتغل عليها. يعني المهم في الجلسات الحواريه ان حضرتك النهارده بتشوف المسؤول بيقعد مع مثلا غرفة التجارة ويحاولوا يقربوا وجهات النظر ما بينهم وبين بعض، بيشوفوا ايه الاليات. حتى انا لسه كنت سامع حد كان بيعرض تجربة دولية بيقول طب احنا ليه ما نعملش كذا وليه ما نعملش كذا. دي من ضمن الامور اللي انا شايفها هتبقى مفيدة جدا 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 لو احنا شفنا التجارب الدولية، لو احنا شفنا وبعدين لازم برضو نشوف تجارب دولية نفس الكفاءة بتاعت الدولة المصرية، نفس العقبات، نفس التحديات. يعني مش هنقدر نجيب تجربة من ألمانيا نيجي نقول ان هي تتطبق عندنا، مش هينفع ان احنا نيجي نقول يا جماعة الحاجة في أمريكا هي سهلة طب ما تيجي نعملها هنا. لا، انت في الأول محتاج إلى ان انت تضع استراتيجية، والاستراتيجية دي تبقى هدفها زي ما احنا شفنا تقرير التنمية البشرية اللي بيتكلم على ان التنمية حق للجميع. يعني حضرتك اكيد شفنا استراتيجية وتقرير لمصر في التنمية البشرية، وبنقول ان المؤشرات بدأت تتحسن في ظل تحديات هي الأصعب. انا برضو عايز المواطن اللي بيسمعنا النهاردة يجي يقول والله بس انا شايف الكلام ده في الشارع مش موجود مش لمسه. لا، انت حضرتك بتتكلم عن حضرتك في مجال معين، يعني محدش يقدر ان هو يغفل حجم البنيه التحتيه لمصر استثمار كبير. يعني دي وفرت فرص عمل، ما اكيد احنا ما جبناش عماله من بره، لا، هي وفرت فرص عمل، فتحت شغل لشركات متوسطه وشركات كبيره. دكتور ايمن، خليني دايما يعني الاقتصاديون دائما ما يتحدثون عن مساله التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد وعلى الجانب الآخر عندما نتحدث عن التنمية البشرية نتحدث هنا عن الاستثمار في الطاقة البشرية. هنا سؤال لحضرتك، كيف يمكن الاستثمار في هذه الطاقة البشرية في يعني مواجهة التحديات وأن تكون عنصر فاعل في خطة التنمية المستدامة مصر 2030؟ طيب انا مش هقدر اعمل استثمار في البشر من غير ما يكون عندي تعليم جيد، من غير ما يكون عندي صحه جيده، من غير ما يكون عندي سكن لائق. احنا عايزين نيجي نقول مثلا مؤشر التعليم لرؤيه مصر 2030 ابتدى طبعا ان هو يتحسن، ابتدينا نبني مدارس جديده، احنا بنشوف المدارس اليابانيه، المدارس الحديثه، المدارس الدوليه اللي عملت مختلف مراحل التعليم اللي موجوده، ابتدينا نقدر ان احنا نشوف الاسكان الاجتماعي اللي الدوله مهتميه بيه بشكل كبير جدا، وتحويل العشوائيات اللي احنا شفناها، ما هو ده بناء الانسان. شفنا برضه ايضا تمكين المراه، وعايز اتكلم على قضيه تمكين المراه، ولكن انا دايما عايز اقول لكل واحد بيسمعنا النهارده خد بالك في تحدي كان موجود سنتين ووقف بعض الدول، مصر ما وقفتش، الدول اللي وقفت في الكورونا، خرجنا من الكورونا النهارده احنا امام حرب عالميه، وبنشوف دول كبيره جدا زي فرنسا، زي
ألمانيا زي يعني بعض الدول عندها تحديات كبيرة. مش بقول إن إحنا أحسن منهم، ولكن إحنا مصر بتمشي بخطوات دي. بالتأكيد كمان دكتور أيمن، خلينا أقول إن الصور القادمة من هذه الدول سواء كانت في أزمات خاصة بالغذاء أو حتى أزمات خاصة بالطاقة كلها صور واضحة، يعني مش محتاجة كلام. بشكرك دكتور أيمن. دكتور أيمن دهشان استشاري نظم الإدارة الدولية، بشكرك شكرا جزيلا. عودة مرة أخرى إلى ضيفي الدكتور أشرف البهاي، كلام مهم جدا تحدث عنه الدكتور أيمن ويخص الشباب. هنا أتكلم على تمكين المرأة أيضا، يعني بالتأكيد المرأة هي كل المجتمع، والمرأة المصرية لها كل الشكر ولها كل التقدير التي كانت في مقدمة كل الاستحقاقات الدستورية التي مرت بها مصر، والتي قدمت تضحيات كثيرة، فهي أم الشهيد وأخت الشهيد وزوجة الشهيد. المرأة المصرية لها يعني مكانة كبيرة داخل المجتمع المصري. أتكلم هنا على تمكين المرأة، خاصة برضو أن احنا عندنا مشكلة بنتكلم على المرأة المعيلة، أكثر من 40% أو 50% من الأسر المصرية بتعلم امرأة. يعني ده صحيح. لو شفت المؤتمر الاقتصادي يعني السيدات الوزراء شفت كم وزارات النواب النائبات في مجلس النواب بيتكلموا وقاعدين بيتكلموا وبيكشفوا الشعب بالحقيقة. ما دي سيدة، ما دي عاد عليها كل ما نتكلم على دعم سيادة الرئيس ودعم الدولة للمرأة، ما هي قدامنا نموذج واضح ونموذج حي وبتتكلم بمنتهى الشفافية وعندها أرقام وعندها إحصائيات وبتقوله. ما هي سيدة وانعكس عليها ما نقوله. إذن كل سيدات مصر اعتقاد الشخصي المبادرات الأخيرة كلها بتصب في مصلحتها، إذا كان شباب أو مش شباب أو شابات أو يعني سن عدى 35 سنة. لا، في مبادرات كتيرة جدا جدا جدا. احنا شفنا كمان موضوع الغريمات والسجون، ويعني أنا حد قال لي إن خلاص إن شاء الله في خلال مدة بسيطة جدا هنقضي على هذه الظاهرة اللي كانت يعني سبة في جبين المجتمع جميعا. سيادة الرئيس مهتم بها جدا جدا جدا. حياة كريمة هي بتعود في النهاية على المرأة. تكافل وكرامة اللي كل يوم بنسمع ان بدأ عداد الاموال المنفقة ليه بتتضاعف لانها ذهب الى سيدات معيلات او سيدات بيشتغلوا او سيدات ما لهمش عائل في المدن البعيدة بالذات. فكل ده في النهاية بيصب في مصلحتها. المرأة بقت في يعني قلب الدولة وفي حاسين بيها، وبدأت تجني ثمار هذه المؤتمرات المشاكل الطبية اللي كان كلنا بنعاني منها وكلنا شايفينها، والمبادرات الرئاسية خاصة بالصحة والقضاء على مشاكل الصحة والقضاء على مشاكل السيدات وسرطان الثدي واعتباره مشكلة قومية، وكمان في مبادرات خاصة بالمرأة كتيرة جدا. ما ده كله في النهاية بيصب في مصلحتها وبيصب في تقدمها علشان نهضة المجتمع، لأن مفيش مجتمع هينهض بشق واحد رجال وحدهم أو سيدات، لكن الاتنين مع بعض في توقيت واحد هينهض بيهم المجتمع وهيتقدم بيهم. والاستثمار في البشر بيكون من خلال الرجال والسيدات وليس الرجال فقط. خلينا ناخد فاصل وبعد كده نستكمل بحلقتنا النهارده. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. دكتور اشرف خليني هنا برضو اتكلم على يعني الدوله المصريه طول الوقت تقريبا يعني مرت باحداث جسام يعني من بعد 2011 الدوله المصريه تحارب الارهاب، الدوله المصريه تحارب الشائعات التي طول الوقت تحاول ان تهبط من عزائم المصريين، يعني مساله الاعلام وتوضيح الحقيقة للناس لمجابهة أهل الشر كما يقول السيد الرئيس. أنا أعتقد أن أهم وظيفة للإعلام في مثل هذه الأزمات اللي إحنا بنعيشها، الأزمات المتتالية، هو أن إحنا نزود وعي المواطن البسيط بما يحدث في داخل مصر وخارج مصر. لو نجحنا أن إحنا نخلي المواطن عنده وعي بماذا يحدث، أنا مش عايز إعلام يضلل، أنا مش عايز إعلام يلهي، أنا مش عايز إعلام يتكلم على مسائل تافهة أو مسائل بسيطة ويضخم فيها ويسيب القضايا الأهم. أنا اعتقاد الشخصي أن الإعلام صحافة وإذاعة وتلفزيون والسوشيال ميديا اللي هي الإعلام البديل دلوقتي اللي بقى كلنا خلاص حاسين بيه، لابد أن هو ينقل الحقائق ما هي ويشتغل على وعي المواطن البسيط اللي لازم يكون واعي. احنا خدنا كذا مبادره اشتغلنا فيهم مع وزاره الشباب ومع جهات معنيه هي محاربه الشائعات، ولفينا بيها على كل المحافظات واتكلمنا مع الشباب منهم وقال لهم يا جماعه خلي بالكم، يعني ايه شائعات؟ يعني في حد قاعد بيبث سموم صباحا مساء في الدوله، متقول لك الدوله يحبط العزايم وعايز يكسر روحه المعنويه وعايز يبث سمومه لهدف ما هو في ذهنه، اذا كان هدف داخلي او هدف خارجي. علينا كاعلام ان احنا نتصدى، نبقى حائط صد مثل هذه الشائعات ونقف لهم بالمرصاد ونبين الحقائق. ليس الا احنا مش عايزين حد يجمل، مش عايزين حد يحمل انقل بس حياه كريمه حصل فيها في محافظه كذا. هنتكلم على حياه كريمه لان حياه كريمه هذه المبادره التي ستغير وجه مصر واللي شفناها المناطق اللي تمت فيها حياه كريمه فعلا اتغير وجه هذه المناطق. هتكلم في الجزء الاخير من حلقه برنامج النهارده على حياه كريمه باعتبارها بعد اجتماعي واقتصادي هام داخل الدوله المصريه. خلينا نطلع تقرير الزميل اسامه عبد اللطيف وبعد كده نستكمل الجزء الاخير من حلقتنا النهارده. خليكم معنا. بخطوات ثابتة يسعى الاقتصاد المصري نحو التقدم والازدهار، وذلك بعد تحقيق معدلات غير مسبوقة يتضح ذلك جليا في حجم المشروعات القومية التي يتم إنجازها على أرض الواقع. الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح بعد ما تولى الحكم في اللي هو يعمل برنامج اقتصادي ناجح أشادت به كل المؤسسات الدولية وأيضا مؤسسات التصنيف الائتماني. كان الاقتصاد المصري اتخفض التصنيف الائتماني بتاعه 6 مرات خلال فترة الثورة، حاليا الاقتصاد المصري اقتصاد مستقر وعنده نظرة مستقبلية إيجابية. احنا الوقت بنعمل المؤتمر ده علشان نرسم خارطة الطريق للمستقبل، هنشوف احنا هنمشي برؤى ازاي، ايه الحوافز اللي احنا ممكن نقدمها للقطاع الخاص علشان نحسن من مساهمته في الاقتصاد القومي ومشاركته تبقى مشاركة اكبر مما هي عليه الان، بهدف اللي احنا نقلل من الاعتماد على الاستيراد وفي نفس الوقت نحل المنتج المحلي محل المستورد، وبكده يبقى الاقتصاد المصري قادر على النماء وبسرعة. ويلعب القطاع الخاص دورا هاما وفعالا في تحقيق الرخاء والنماء باعتباره شريكا أساسيا في التنمية. القطاع الخاص هو أحد أضلع التنمية الشاملة، التنمية الشاملة أو التنمية بمفهومها الواسع بتقوم على 3 أضلاع: الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني. كما أن كلمات الخبراء أكدت وركزت على ضرورة دعم المجتمع المدني ودعمه وتسهيل وإزالة العقبات من أمامه، لأن المجتمع المدني اللي بيضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية
احنا عندنا 58 بيقرب من 60 ألف جمعية ومؤسسة أهلية في ربوع مصر من الإسكندرية إلى أسوان، وهذا العدد الكبير يلعب دورا هاما وفعالا وإيجابيا في التنمية بمفهومها الشامل، التنمية الاقتصادية، التنمية الثقافية، التنمية الاجتماعية، التنمية العقارية، التنمية يعني كما أؤكد بجميع جوانبها. فالثلاثة أضلع دول الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني دول اللي بيصنعوا الاقتصاد القوي. وهكذا تسعى الدولة جاهدة لوضع آليات من شأنها النهوض بالاقتصاد المصري لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. دكتور اشرف، يمكن من المبادرات الهامه هي مبادره حياه كريمه اللي تستهدف اكثر من 4700 مركز وقريه داخل الدوله المصريه بتكلفه يعني 700 مليار جنيه، ممكن تزيد كمان يعني. صحيح. خلينا نتكلم على هذه المبادره اللي فعلا بتغير شكل مصر. اهم مبادره من مبادرات المشروعات القوميه اللي حدثت في خلال الخمس سنوات اللي فاتوا هي حياه كريمه. ليه؟ لانها بتمس كل واحد فينا، مش معموله علشان اقاصر النجوع والعزف فقط، واذا كان هم مهملين بقالهم كم سنه لا خلاص. اذا هي بتهم الشعب المصري كله، وباعتراف البنك الدولي باعتراف كل المؤسسات الاقتصاديه العالميه قالوا ان اهم مبادره هي حياه كريمه. ليه؟ لان حوالي 60 ل 70 مليون واحد بيستفيد منها، وحسوا وشافوا حاجات حقيقه قدام عينيهم. زي ما عملنا كده مع الشباب، احنا نزلنا حياه كريمه وشفنا المدن اللي تم احداث فيها يعني تغير جذري، مستشفيات ومصانع ومدارس وطرق وكتير كتير الناس نفسها. يا جماعه هل انتوا حاسين بكده؟ اه حاسين وشايفين. كان زمان ما بيشوفش، زمان ما كانش عايش اي حاجه، واحد في اسوان، واحد في سوهاج، واحد في المنيا، واحد في البحيره، واحد في اي محافظه بعيده، ما كانش شايفه وما كانش حاسس. دلوقتي قدامه خلاص، قدام المدرسه اللي بيتعلم فيها، قدام المستشفى اللي بياخد منها العلاج. اذا هو حاسس بيها لانها عدد بفايده عليه. كان عشان يكشف بس مواطن من اسوان كان لازم يجي لحد هنا يعني يومين في المواصلات، ويومين ذهاب ويومين عوده، ده 4 ايام، وهو هنا فين هيكلف كام. لا بقى عنده في مستشفى هناك، مستشفى محترمه بتعمل شغل كمان حلو جدا. وشفنا في مستشفيات والتامين الصحي اللي بدا يتم تعميمه في سعيد بورسعيد والسويس، واستمرار لهذه المنظومه الهامه جدا. بالظبط جدا. فهي مبادره بالامانه يعني تستحق الاشاده من جميع مؤسسات الدوله، تستحق الاشاده من جميع مؤسسات العالم، وكلهم اعترفوا بها، وباعتراف الشباب انفسهم واعتراف الناس اللي ساكنين في الاماكن البعيده. لا عدد بفايده عليهم واستفادوا منها وحسوا بها لما شافوا حاجه قدام عينيه، لما حس بحاجه قدام عينيه، لما عايش ان الطريق كويس، ما ياخد مش هياخد منه ساعتين، ده بالعكس هيطلع هياخد شغله نص ساعه عشان يوصل شغله، حس بالنتيجه، حس بالفايده. وده اللي كنا بنتكلم فيه زمان، عشان تقنع اي واحد خليه يشوف الحاجه التانية. هو لو شافها وعايشها مش هيحس ان في مشكله. مش هيبقى محتاج بقى ولا يسمع اشاعه ولا بالظبط، انه معايش الواقع نفسه، الواقع الحدث. بالتاكيد مهم جدا ان القياده يكون عندها احساس بنبض الناس، كل فتره والتانيه تطلع تكلم الناس، تعرفهم الحقيقي، تعرفهم الدوله المصريه واقفه فين وبتتحرك لحد فين. مؤتمر اقتصادي، مؤتمر هام جدا، مؤتمر خاص بمكاشفه كل ابناء الدوله المصريه بحقائق بارقام عن الاقتصاد المصري، ما تم تنفيذه، المستهدف خلال المرحله القادمه، لان كل حاجه بتتعمل في هذه الدوله الهدف منها في النهايه هو المواطن، وكمان اللي هيقوم بهذه الاعمال او يترجم هذه الرؤى هو المواطن أيضا. لو كنا هنختم بس دي 30 ثانيه قبل ما نختم سريعا، اي حد عنده سؤال، اي واحد عنده سؤال مش لاقي اجابه، من فضلك ما تلجاش الى السوشيال ميديا عشان تاخد اجابته. المؤتمر الاقتصادي فاتح الى هذه اللحظه البوابات على مواقع السوشيال ميديا، ليه موقع وليه ابلكيشن على الموبايل، ابعت سؤالك وهم هيجاوبوا عليه. طيب المؤتمر الاقتصادي خلص، هتفضل مفتوحه المنصه، ابعت سؤالك وهتلاقي سياده الرئيس كلف الدكتور مصطفى مجبولي بالاجابه على اسئله اللي كانت في الحوار الوطني اللي هو دعا اليه، وانا بقى 5 6 اسابيع شغالين فيه.
اي حد بعد سؤال للحوارات انا اخد الدكتور مصطفى مدبول يجاوب عليه. اذا المطلوب البسيط لو عندك اي سؤال، عندك اي استفسار، عندك اي معلومه غامضه، عندك اي حاجه مش فاهمها انت بارد هنخش فيها حاجه كريمه، من فضلك ما تاخدش معلوماتك من اماكن خاطئه من اماكن مضلله، طالما في مصدر رسمي ومصدر مسؤول ابعت للحوار الوطني، ابعت للمؤتمر الاقتصادي، ابعت للحكومه، ابعت لاجهزه الدوله كلها وهي هتجاوبك، عشان في النهايه ما تاخدش معلوماتك من اماكن خاطئه ويبقى عندك وعي بكل ما يحدث على ارض الواقع. في نهايه هذه الحلقه كل الشكر والتقدير لضيف الدكتور اشرف البهي مدرب التنميه الذاتيه واعداد القاده، كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقه. الشكر للزميله كريم ابو العنيب رئيس تحرير، والمخرج احمد ابو عجيله، واسره ملفات لهذا اليوم. وشكرا لصدى المشاهدين على حسن المتابعه، لكم دائما على خير، الى اللقاء.